حبايبي بريك 3، تعالوا كده نشوف النهارده احنا هنعمل ايه. هنشتغل النهارده حاجه اسمها بوزيشن، هناخد اكتر من درس بطريقه واحده، وان شاء الله يوم الخميس هنشتغل بس مباشر الساعه 9:30. هنعمل حاجه اسمها ازاي نحل الستوري بروبلم او الورد بروبلم. لما نيجي نقول كلمه بوزيشن، يعني انا لو قلت ادي ايدي اهي، يا ترى ايدي بالنسبه للبورد ايه الديستانس؟ يا ترى ايدي بالنسبه للبورد هل وهي كده زي وهي كده؟ اكيد لا. اهو ده اللي احنا هنعمله النهارده، ان انا عندي بوزيشن ممكن ابقى حاجه من ثلاثه، يا اما ابقى ان، يا اما ابقى اوت، يا اما ابقى اون. مش فاهم كلامك. تعالوا كده مع بعض نشوف الكلام ده. ادي شكل السؤال سواء كومبليت او تشوز. يجي يقول لي كده سيركل، ايه ده؟ طب انا دلوقتي ارسم هل استخدم الانسترومنت الادوات؟ لا. طيب انت عايز ايه؟ انت ليه مجهز ده كله؟ مالكش دعوه باللي انا مجهزه. تعال بس امشي معايا. هو بيقول لي سيركل ام والريديوس بايد. الحته دي هي دي اللي انا عايزها مهمه. الريديوس 8. فحضرتك تروح جاي تعمل درافت وتقول يا ار انت 8. لو كان مديني الديامتر اعمل ديفايد 2. يبقى انا بس من الجمله دي ببتدي امشي اكمل واختار. ايه بوينت ان ذا بلان؟ بلان يا حبيبي يعني الورقه اللي انت شغال عليها. بلان اللي هو المستوى اللي احنا شغالين عليه. طيب بص بقى بيقول ايه؟ بيقول لي ديترمين ذا بوزيشن. يا ترى لو انا جيت قلت بوينت اسمها ايه؟ With respect to circle. الام ايه ب 10. دول كده 4 كيسز، اربع حالات. تعالى ندرسهم. انت الاول قلت لي ان انا معايا سيركل السنتر ام. ادي يا مستر السنتر ام. ادي السنتر ام. انا عارف من الاول ان الراديوس ايه، يبقى انا هاجي اوصل كده واقول ان ده الراديوس ب 8. لو انا بقى قلت لك ام ايه ب 10، المفروض ادي ام، عايز اقيس من هنا من الام دي 10، يا ترى الاي دي هتبقى موجوده اون سيركل على السيركل؟ لا. ليه؟ ايوه علشان الام ايه طلعت مور جريتر الراديوس، يبقى اكيد يا مستر الام انت بتتكلم عليها لازم اطلع بره، لازم اطلع بره اهي. يبقى اكيد هطلع بره، فتبقى ساعتها النقطة بتاعتك ايه هنا. يبقى لما تبقى الام ايه مور الراديوس، اكبر من الراديوس، خلاص انا عرفت انا عايز ايه. ادي اول حالة بناخدها. يبقى انا الراجل ده قال لي الراديوس، رحت قايل الار بتاعتي ب 8. بعد كده اداني لاين اسمه لاين سيجمنت اسمها ام 8 ب 8. يعني انا لو قلت انا معايا ادي الام، لو انا من الام وصلت لغايه السيركل ده بالار وده ب 8. يا مستر انا بقول لك الحاجه بتاعتك 10، يبقى انا اكيد لازم اكمل. طلعت فين؟ طلعت ايه؟ بره. خلاص يا مستر يبقى الايه بقت اوت سايد. ادي الحته اللي عايزها مني، البوزيشن بتاع. تعال نكمل. يبقى كلمه بوزيشن اللي هيسالك عليها ان انا هدي لك بوينت اسمها ايه؟ وهدي لك ديستانس. يا ترى يا ايه؟ انت مكانك هيبقى فين؟ في اول حاله كان مديني الام ايه ب 10 والراديوس ب 8. ال 10 اكبر من ال 8، ال 10 اكبر من ال 8، يبقى الديستانس دي مور ذان الراديوس، يبقى اكيد البوينت ايه؟ هي دي اجابته. البوزيشن فين؟ طلعت اوتسايد. انا احفظ؟ ما بحفظش. انا هعمل كوره بطاطساي وادي السنتر ادي ام، واقول لنفسي المعلومه اللي اعرفها ان الار هنا 8.
بس. تعال نشوف الحالة الثانية، بيقول لي ام ايه بايه؟ ستة. الله، لا استنى بس، استنى ما تستعجلش. يبقى ايه بس ايه؟ يبقى انا همشي من هنا اقيس ايه؟ طب ما هي دي ايه؟ يبقى البوينت ايه؟ هتيجي فين؟ اون. ادي اجابة اون ذا سيركل. بس كده اه. طب معلش لسه ما فهمناش، نشوف العلاقة الثالثة. ام ايه 5 روت 2. يا مستر انا ما اعرفش اشتغل بالروت. يبقى حضرتك هتروح واخد دي هتدخلها على الكالكوليتر. يلا كده وريني كده. يبقى انت مديني سكوير روت، ما سيبوش، دخلت على الكالكوليتر اداني كام؟ 7 بوينت شويه. بص بقى انا بسال نفسي يا 7 يا 7 انت ايه علاقتك بالريديوس؟ انا لس. يبقى انا لو انا النقطه السنتر اهي وعايز اقيس ام ايه ب 7، بالله عليك هل هوصل للسنتر؟ يبقى هل انا اون؟ حلو. هل هطلع بره؟ يبقى انا مش اوت، يبقى انا انسايد. هبقى شكرا انسايد او ان. يبقى عشان الام ايه طلعت لس الراديوس يبقى انا انسايد، عشان الام ايه طلعت ايكوال الراديوس يبقى انا اون سيركل، عشان الام ايه طلعت مور الراديوس يبقى انا اوت سايد. ادي حبيبي الدرس بتاع البوزيشن، بس ده بوزيشن بوينت. هناخد زيه بوزيشن الستريت لاين، هناخد زيهم لو تو سيركلز. ادي درس البوزيشن نجمعه كله النهارده، وان شاء الله هناخد حاجه ثانيه برضه. طب تعالى ناخد اخر حاله. انت فين؟ انسايد برضه. بص بقى انا بزيرو يبقى انا السنتر. بس يبقى ايه؟ السنتر. هل ممكن يجي غير كده؟ لا. هل يجوا الاربع حالات؟ لا. تيجي كومبليت او تشوز بالشكل ده. حضرتك انا بس لما برسم انا عايز الحاجه تبقى قدام عيني، ما اخزنش في دماغي وانسى. حد عنده سؤال؟ طب تعالوا كده بسرعه نشوف فكره ثانيه. تعالوا كده، ادي يا سيدي لو احنا حبينا نشوف الراجل ده. ادي كان اول سؤال، وادي واحد تاني زيه. لو انت حابب تحل يبقى انت هتروح لاكسرسايز 2. كل نقطه من دول دي مساله، كل اللي عليك حته كوره احدد. سوري نكبر الراجل ده شويه، نغير اللون الجميل ده بس اهي، وتحط الام وتبتدي تشوف ايه علاقة الام ايه اللي بيسأل عليها بالار اللي هو هيديها لك. يا ترى هتبقى اكبر منها، اصغر منها، بتساويها؟ فاهم حاجة؟ نقول تاني حضرتك تبدأ تحل، وخسارة ان احنا نضيع وقت. ولا اقول تاني؟ لا. متأكد؟ طب ايه النقطة التانية اللي احنا عايزين نتكلم فيها النهاردة؟ بص كده معايا، هنبدأ بعلاقة تانية، بس أنا مش هشتغل لك الجاهز، أنا هروح ألعب معاك في نقطة تانية. تعال يلا نروح كده لصفحة جديدة، نلغي كل الموجود ده. شكرا. زي ما اتعلمت بوزيشن لبوينت، هناخد بوزيشن لستريت لاين. طب ايه الحل؟ بمنتهى البساطة، لو أنا جيت قلت آدي سيركل، وقلت لك آدي الإم، وقلت لك الإل دي هي ستريت لاين، حاجة من اتنين يا مستر، يا إما برضو حاجة من تلاتة آسف، لا إما يبقى أوتسايد، لا إما هيبقى إنسايد، يا اما هيبقى اون. ادي الثلاث حالات وكل واحد هياخد اس. يبقى انا عندي دلوقتي حاجه اسمها بوزيشن ستريت لاين، مكان الستريت لاين بالنسبه للسيركل. يا ترى هيبقى بره، يا ترى هيبقى جوه وياخد اس، يا ترى يا ترى هيبقى اون. تعالى كده نشوف بعرفها ازاي. ما هياش حفظ، هي فين؟ الراجل ده بيقول لي ام سيركل،
وقال لي الرادياس ب 7 شكرا. اجي اكتب كده اقول انا الرادياس بتاعي 7 واروح جاي بمنتهى البساطه ادي البوينت واعمل رادياس واقول 7. اشمعنى؟ عشان انا هدي لك الديستانس، هدي لك لاين سيجمنت، يا اما حاجه من ثلاثه زي ما قلنا، يا اما هيجي في الحته دي، يا اما هيجي هنا، يا اما هيجي هنا. انا ما بحفظش، تعال نقرا ام ايه بكام. هل ينفع اسيب دي؟ طب يلا كده بسرعه هندخل دي على الكالكوليتر. 4 روت 3 يبقى تدينا 6.9. حلو بس يا عم انا مش عايز غير 6 وخلاص كفايه. يلا بقى نسال، يا ام ايه يا ترى انت مور ولا لس ولا ايكوال؟ يا مستر مور مين ولس مين وايكوال مين؟ الرادياس طلعت ايه؟ ايه؟ يبقى انا معايا الام ايه طلعت لس الار. طالما لس بالله عليك هل هاجي حتى على السيركل؟ امال هبقى فين؟ بص بقى هبقى جوه اهو. فالراجل ده جوه هنسميه سيكنت، يعني قاطع، يعني ترانسفيرسال، بس يعني مش اكتر من كده، مش اكتر من كده، ولا في ستيبس ولا في اي حاجه ولا اي حاجه. نقول تاني؟ نقولها كمان مره؟ طب تعالى كده نقول مع بعض برضو، تعالوا نقرا مع بعض حاله تانيه. بيقول لي ام سيركل يبقى الار بتاعتي 7. اقرا الجمله دي. بيقول لي الام ايه، ايه العلامه دي؟ بيربنديكولار على ايه؟ استنى بس عليا يا مستر، انت بتقول لي ام ادي السنتر وام ايه، يعني انا جاي من الام سواء بقى اتحركت كده او كده او كده او كده. هنشوف. بص بقى الاي بيلونجس للال، يعني ال ده ستريت لاين ودي نقطه عليه. اسمع، اول حاله 2، احنا قلنا الريدياس بكام؟ معلش ما اعرفش دي رحلت ليه. احنا قلنا الريدياس بكام؟ 7. يبقى الريدياس بتاعي 7. 2 ام اي ماينس 5 ب 10. استنى يا مستر، 2 ام اي ايكوال يا 9 يا 5، ممكن تروح الناحيه الثانيه؟ صح؟ بحل الاكويجن تبقى كام؟ و 9 بلس 5 بكام؟ طب معايا هنا 2، يبقى الام ايه طلعت بكام؟ استنى بقى، ايه دي؟ والريدياس بكام؟ 7. ايه العلاقه؟ انها ايكوال. مش احنا اتفقنا لما تبقى الام ايه ايكوال الار يبقى انا ايه؟ اون. حلو خالص. بص بقى يبقى دي الام وهنزل كده عشان يبقى ده الال. ايوه يبقى الار طلعت هي دي. فده الستريت لاين ده بقى نسميه ايه لما يبقى اون؟ قال لي هنسميه تانجنت. والبتاع ده بقى هيبقى مفتاح لكل الافكار اللي جايه من دلوقتي لنهايه الترم. نقول تاني، ازاي اعرف التنجنت؟ التنجنت بيبقى عامل انترسكشن مع السيركل في 1 بوينت، مش كده وبس، والراديوس بتبقى بيربنديكولار اون تانجنت، يعني ميك 90. نقولها تاني؟ حب يهزر يا عم امشي معاها. اودي ال 5 عملت بلس، في 2 عملت ديفايد، وصلت ان الام ايه اللاين دي طلعت ب 7. طب ما هي ايكوال الار، وطالما ايكوال الار نرجع للحالات الثلاثه ان هي بقت اون، يبقى الستريت لاين بتاعك كده. طب افرض يا مستر حد تاني رسمها بشكل تاني، يا عم ارسم زي ما انت عايز. يعني ايه؟ يعني ادي السيركل ورحت جاي عامل كده، ادي الام ومشيت هنا ايه؟ هي هي، انت حر ترسم التانجنت هنا 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 هنا، انت حر. في مشكله؟ نقول تاني؟ طب يا مستر ينفع احل من غير ما ارسم؟ برضه انت حر. هنحفظ ثلاث حالات، حاله انه يبقى ايكوال يبقى اون، حاله مور يبقى اوتسايد، حاله لس واقول عليه سيكنت. سيكنت يعني قاطع. نقول تاني؟
طب معلش تعالى كده ما تضيعش وقت وحاول تشوف لي فكره ثانيه. سوري عايز اطلع سنه عشان دي ما صورناهوش. تعالوا من دلوقتي لغايه نهايه الترم، هبتدي افك مساله الجيومتري. هسالك البي اي ده نسميه ايه؟ تانجنت. تعرفه منين؟ بيبقى عامل انترسكشن مع السيركل في بوينت. التانجنت ده ليه حاجتين يلعب معاهم، ملوش تالت. يلعب مع الراديوس، يلعب مع الديامتر. مش فاهم، يعني انا لما الاقي سيركل ودي تانجنت زي ما قلنا ممكن هنا 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 اي حته. اول ما تلاقي حبيبي راديوس نزل لغايه هنا على طول يبقى الام اي بيربنديكولار ميك 90. كمان مره اول ما الاقي حضرتك هتقول ايه؟ ها؟ بيربنديكولار اسمي ده بي اهو ايه بي اللي استفيده؟ يبقى الميجر بتاع انجل ايه؟ 90. انا عايز دي تبقى اللبانه اللي تقدر تحكي بيها. طب امال ايه الحاله الثانيه؟ اعملها برضو هنا هنا بس حبيبي بس يا بابا بس يا بابا. سيركل لقيت ايه؟ تانجنت. بس سوري بس حبيبي بس يا بابا ولقيت تعالى من هنا. حاضر بص كده انا عملت بس الثرو ام وكتبت هنا ايه وهنا بي وهنا سي. ها تانجنت ديامتر يبقى بيربنديكولار ميك 90. طريقه الكتابه هم ان يا مستر عايز تقول اي بي كله قول بيربنديكولار اون البي سي يبقى الميجر بتاع انجل. عايز تقول اي بي سي صح؟ ايوه واقول له ايكوال 90. ادي الحالتين اللي انا عايزك كل ما تلاقي في اي تمرين راديوس وتانجنت بيربنديكولار ميك 90، ديامتر وتانجنت بيربنديكولار ميك 90. صعب الكلام ده؟ تعالى بقى يا عم روح للمساله وفكر. الراجل ده بيقول لك ان ذا اوبزيت فيجر وقال لك يا عم كلمه تانجنت وقال لك العلاقه ان الراجل ده ايكوال لده وانا عايز الميجر بتاع طنط ان. فكر وبالراحه وانا معاك عشان النهارده كل شغلنا حل تمارين. حبايبي الجزئيات دي ممكن تجي لك في كويشن 1 وكويشن 2 اي نعم عليها 1 مارك بس مهمه. انت بتجمع درجات. تعال نشوف ايه الجيفن. الجيفن ها ها راديوس يبقى انا عندي لما اجي اشتغل يا مستر ده تشوز يا عم عارف اكتب ما تضيعش الدرجه. حضرتك هتيجي تقول سوري ادي الام اي بيربنديكولار اون اي بي يبقى يا مستر عندي الميجر بتاع طنط ايه 90. طب انا مش عايز اكتب. حاضر يا حبيبي هريحك اروح جاي اعمل 90. دخلت دلوقتي في تريانجل مديلك جيفن بيقول لك الاي بي ايكوال الام اي ايه اللي استفيده؟ شكرا ايسيسون وعندي رايت ايسيسون اهو وعندي رايت يبقى الاثنين دول شكرا يبقى 90 ديفايد 2 يعني دي ايكوال دي فتبقى دي البيس يبقى الانجل دي ايكوال دي يبقى اخد ال 90 ديفايد 2 تبقى 45. شكرا يا صاحبي. نرجع بقى نقول حاجه بسيطه. طيب تعالوا كده مع بعض نقول تاني. خلينا نتفق اتفاق ان انا لما الاقي لما الاقي راديوس وده ايه؟ يبقى الاثنين دول عاملين لي ريتر ال يبقى دي ايه؟ بعد اذنك روح حط لي رايت. يا مستر مش عايز تكتب مش عايز. في مشكله؟ دخلت دلوقتي هنا معايا الانجل دي 30 ورايت شغل بريب 2 يبقى 60. حاضر يا عم يبقى الانجلايه دي ب 60. يا حبيبي انا مش عايز ميجر انا مديلك المره دي لينف. اسمع وتعلم. بريب 3 بتاخد من كل السنين اللي قبلها يبقى انا بص بقى معايا. طب اكمل ادي رايت سوري بس يا بابا ادي رايت ودي 30 بس حبيبي بحول الله يا رب اهي
حاضر يا مروان عشان ما تقعدش تديني من تحت لتحت. بص بقى، لما الاقي انجل 30 وده اسمه الاوبزيت، الاوبزيت لل 30، بص انا هكتبه لك اهو، الاوبزيت اوف انجل 30 بيبقى ايكوال. شكرا، ادي حبيبي فكره المساله. يعني ايه من الاخر؟ يعني الراجل ده اوبزيت لده، فين الهايبوتنيوز؟ اهو حبيبي. اشمعنى؟ عشان ده بيبقى الاوبزيت لدي. طب دي 6 يبقى الراجل ده بكام؟ شكرا، انا كنت عايز الام بي، انت الهايبوتنيوز، انت ده اوبزيت اللي هو 6، يبقى الراجل ده 12. تخلص المساله بالفكره دي. نقول تاني، من غير علاقه الراديوس والتانجنت مش هجيب الرايت. من غير الرايت ال 30 ملهاش 3 لازمه. يبقى الاول راديوس وتانجنت عملوا لي الرايت ميك 90. دلوقتي ال 30 بقى ليها وظيفه، ان ال 30 لازم يبقى في رايت انجل، رايت ريانجل. ادي الاوبوزيت، يبقى الراجل ده هاف ده 6 يبقى 12، وهو ده اللي عايزه. نقول تاني، نقول تاني. اتفضل يا مروان. اول حاجه هشوف راديوس وتانجنت او ده. الله، بدانا نجمع. بص بقى، ده اسمه جيفن، ده ذن، يبقى ده الريكورد تو بروف، ولا ليا دعوه بيه. اشطبه، اروح رايح على الراجل ده اشوف الجيفن ده موجود ولا مش موجود. استنى، انجل ب 50 موجوده، في حاجه تاني؟ لا. يبقى انا بقى اروح للراجل ده، نسمع مروان ونحدد انا معايا ايه. عارف المين بوينت في التعبير؟ اه، في التعبير انا هكتب في النقطه دي ودي ودي ودي. انا في الجيومتري هقول معايا ايه؟ معايا ار، ومعايا ديامتر، ومعايا تانجنت. لا، ده انا معايا منه 2. الراديوس ده يلعب مع ده. قول يا مروان. هلاقي السي دي بيربنديكولار على الدي ام. بص كده، قال السي دي مع الدي ام. لو قلنا يا مروان الدي ام بيربنديكولار على السي دي تزعل؟ ولما يبقى بيربنديكولار يبقى ميك ايه؟ يبقى انا عندي الميجر بتاع انجل واحط هنا كده. ها، اسمك ايه يا حاجه؟ سي دي ام. ولو قلت دي تنفع، عارف ليه؟ عشان الادجسنت بتاعتها جارتها مفيش لتر هنا، فخلاص هقول دي تبقى 90. حد عنده سؤال؟ يا مستر ده تشوز. يا حبيبي، ما انا بعلمك، ده هو نفس السؤال ده يجي لك كده بس مش تشوز، فانت محتاج تتدرب على الستيبس بنفس الطريقه. بص بقى، مش عايز اكرر، اكتب له كلمه سيميلر، يعني از، يعني بالمثل. على طول مش هكرر ده، اروح جاي اقول له ميجر اوف انجل ايه ده بقى؟ يعني انا بدل ما اكرر، ما انت اديته القاعده اللي انا ماشي عليها، راديوس وتانجنت، ديامتر وتانجنت، كتبت واحده الثانيه اقول سيميلر. حضرتك تروح جاي برضو تعمل علامه ال 90 كده. انا دخلت جوه كويدرا. كلمه كويدرا حبيبي يعني شكل عنده اربع رجول، واحده اثنين ثلاثه اربعه، عنده فور انجلز انتيريور. فين هما؟ واحدة اتنين تلاتة أربعة. يا مستر معايا اتنين، ما ينفعش بقى أجيب واحدة. سحر بقى هتقولها عشان دي بتاعتها. قول يلا. ها، الأدجيسنت. يبقى أنا الميجر بتاع أنجل ماشي دي إم إيه، يبقى 180 ماينس منها 50 تبقى 130. تعال اكتبها أهي كده. بقى عندي ايه؟ الصم بتاع الانتيريور. يبقى يا مستر الميجر بتاع الانجل سي اللي انت كنت عايزها، ها؟ ماينس، وارمي كله جواها، 90 و90 وكمان 130. ادي المساله، ودي يا حبيبي تجيلك مش تشوز، هتطلع بيه، تطلع زي ما تطلع. انا ما بحفظش يا حاج مصطفى. نقول تاني؟ طيب هنزود الليفل، ينفع؟ انزل بس تحت عشان دي ما كانتش باينه، حقكم عليا. يبقى يا مستر احنا عرفنا دي من علاقه الراديوس والتانجنت، ودي كمان، وعرفنا الثانيه دي علاقه الادجسنت شغل زمان سبلمنتري. بعد كده ده اربع رجول كويدرا، الانتيريور 360 ونقصت منه الثلاثه، جبت لك الميجر بتاع سي. تعالوا كده ندخل
خد بالك لو سمحت التمرين ده فكرته سهلة، قلناها فوق بس انتوا ناسين. فوق قلنا ايه؟ قلنا لو انا عندي رايت تريانجل، خد بالك رايت رايت، وكان هنا 30 هو اللي قايل لي، فقلنا ساعتها الراجل ده هاف ده صح؟ انا بقى المره دي مش هدي لك ال 30، هناخد الانفرس. ان انا لو قدرت اجيب سايد هاف سايد او سايد توايس سايد يبقى انا عندي انجل 30. صحراء تنط وتقول لي ما انا قلت كده، انت ما قلتيش كده، انت بصيت لي دي تشوز. اسمع بقى تاني. لا استني بس استني بالله، كل ده بيتسجل عليك. يو كل ده كمان؟ طب اسمع تاني تاني. لما الاقي سايد هاف سايد يعني ده نص ده او ده دبل ده توايس ده قده مرتين، يبقى انا دلوقتي اقدر اقول لك في انجلايه 30 وفي كمان واحده 60. فين الكلام ده؟ اسمع وتعلم. انتوا الاول قلتوا لي احنا اتفقنا ريدياس وتانجنت دي رايت، يبقى دي اهم حاجه انا جبتها، ان الكلام ده ما ينفعش غير وانا معايا رايت. انا جبت لك الرايت. ايه بقى وظيفه دي ودي اللي لما لا يسال عليها مروان وانا طنش؟ اسمع حبيبي، لو سالتك على ام ايه انت ايه؟ شكرا. طب وام سي؟ شكرا. طب هو ايه ان ده قد ده يبقى ده ايه؟ الله، مش يبقى الراجل ده 1 والاثنين دول 2؟ ادي علاقه ال 1 و 2 بس كده. فهمتوا حاجه؟ تاني الراجل ده مديني دي ايكوال دي، استفيد حاجه؟ لا. بس انا لما اقول ام ايه ده ريدياس، ام سي ريدياس، يبقى ده ار، ار يبقى ده كمان ار. جبتها من عندي؟ لا، هو اللي قال. فبقى عندي ده ار ودول بقوا 2 ار، ده ار وده 2 ار. بص كده اهي، دي ار ودي الرايت ودي دول 2 ار. بقى عندي سايد هاف سايد، ده نص ده او ده توايس ده، يبقى الانجل اللي قصاد الصغير دي تبقى 30. يبقى ساعتها البي 30 وهو بيسال عليه. نقول تاني الراجل ده ايكوال ده، اهلا وسهلا، بس لغايه دلوقتي ما استفدش. لكن ده ريدياس وتانجنت عملوا 90، بقى عندي رايت، بقى عندي رايت تريانجل، دي ار ودي ار ودي بقت ار، بقت عندي سايد بار وسايد يعني عندي واحد نص التاني او ده الدبل بتاع ده. اول ما تلاقي سايد نص سايد او سايد دبل سايد يبقى الانجل اللي قصاد الصغير تبقى بكام؟ ادي الصغير وادي الانجل اللي قصاده، يبقى خالتك دي بكام؟ 30. نقول تاني؟ طب انا عايز اكتب. يا عم اكتب يا عم. حاضر اهو. اول هاب الام اي بيربنديكولار اون اي بي، بقى عندي التريانجل اي ام بي بقى رايت. عندي الجمله بقى اللي انا عايزها، ان الاي ام بقى هاف للام بي، يبقى على طول يا مستر الميجر بتاع انجل بي بقت كام؟ 30. ده لو انت كمان هتتعود على الكلام ده. تعال نشوف فكره تانية. تعالوا كده نشوف فكرة تانية وللمرة الألف الشكل مكلكع. حبيبي أنا بعلمك دلوقتي حاجتين، لو لقيت سوري لو لقيت ريدياس ومعاه تانجنت قلنا نستفيد إيه؟ تحاول تقولها. طيب مين تاني خدناه في أول الترم يعمل لي دي ويعمل لي دي؟ لما الاقي ميد بوينت اهي يا حبيبي، يبقى لما الاقي ميد بوينت رايحه للسنتر او السنتر رايح لها، يبقى برضو يبقى برضو يبقى الحالتين دول هما المفتاح. مش فاهم كلامك. بص بقى معايا، يا ام ايه انت ايه والراجل ده، يبقى انا معايا يا مستر ام ايه بيربنديكولار اون او اي سي عمل لي الانجل دي 90. في مشكله؟ تعال عندي ما اخرجش، عندي تريانجل اي ام سي ماله؟ عندي 90 واللي جوه اقدر اجيب دي؟
يبقى مستر الميجر بتاع خالته ام بقت كام؟ اقولها تاني؟ في مشكله؟ بنفس الطريقه يلا نلعب. يا دي انت ايه؟ ميد بوينت. يا ام دي انا بيربنديكولار على مين؟ على اي بي كله، يبقى ميك 90 اهي. فبقى عندي التريانجل اي دي ام رايت. استفيد ايه؟ معايا دي بكام؟ واحنا جبنا الغلبانه دي بكام؟ 90 اهي. يبقى انا عايز دي اللي اسمها بي اي ام. فين بي اي ام؟ انا عايز البي اي ام يبقى بكام؟ 50. يبقى الحالتين دول هيشتغلوا معاك في كل التمارين، اديني بقول لك اهو، لغايه اخر الترم. نقول تاني؟ متاكدين؟ حاضر.